أدخل حمام المسجد أحيانا ومعي شنطة فيها مصحف، طالما أن الشنطة مغلقة وأن المصحف مستور فلا ضير في ذلك، لأن المسألة قد يكون أعظم من هذا. افترضنا واحدة معها سلسلة، وهذه السلسلة فيها آية الكرسي مثلا، لو نزعت السلسلة لأي أحد، خلي معاك السلسلة ده بدخل الحمام، يمكن أن يعني تستولى على هذه الأشياء. طالما أن الكيس مغلق أو أن الشنطة مغلقة لا بأس في ذلك، والله أعلم. فإن الإنسان يحفظ القرآن والقرآن في صدره، فكأن الصدر أغلق على هذا المحفوظ، فكذلك الشنطة أو الحقيبة أو الكيس إذا أغلق على ذكر الله عز وجل يكون كغلق القلب على المحفوظ.